مساء الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم المفضلة. بصراحة الموضوع اللي هتكلم فيه ده موضوع شائع جدا جدا وصعب الحديث عنه. بيقولوا إن الأقباط رد فعل عن ردود أفعال الإسلاميون بعد تضم الأقباط في رد الإساءة للإسلام. أنا كرجل صحفي برضه وعايز أقول إن أنا أرفض كل الرفض التام للإساءة لأي رسول أو أي دين أو أي معتقد. ليس من حقك أن تذبح شخص أو أن تقتل شخص، وليس من حقك أن تكون متضامنا مع شخص يهين دين آخر غير دينك. الله خلقنا على صورته ومثاله، الله خلقنا أحرارا، الله خلقنا لكي نرى ونتكلم. ولكن من أين الله أعطاني السلطة أو المسؤولية أن أقوم بذبح آخر؟ الحقيقة سجلت أضافة أن خلال أيام سجلت عموما واسعة من مسيحيين مصريين ضد الإساءة للنبي محمد. ده اكيد امر طبيعي، مش من حقك انك تسيء لاي شخص سواء كان نبي او غير نبي، مش من حقك، رغم انهم لم يروا هذه التصريحات. وبداية الازمة عندما تم ذبح مدرس الفرنساوي والاقباط المصريون لم ينتفضوا هذه الجريمة، وتابع وللأسف قام طالب بمساعدة 5 افراد بالترصد للمعلم وقتله بسبب عرضه بعض الصور الكاريكاتيرية التي تسيء الى النبي. وانتشر فيديو متداول عبر التواصل وخصوصا موقع فيسبوك، وخلال مداخلة هاتفية مع دكتور ويليام ويسا كاتب صحفي باريس عن ردود أفعالهم وكشف حقيقة جميع التصريحات لمكرون. أحبائي وأعزائي، مستني أنكم تشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس. لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام لكم جميعا.